تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح قنوات التواصل ما بين الهيئة وجمهور المتعاملين، نستقبل آرائكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. أجمل التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا معي في الاستوديو كالعادة الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. تعرفون ليش الخور؟ عشان توا ياسا تقول لي عن موقع في الخور كذا، تقول لي وايد جميل. عموما صبحت الله بالخير دكتورة، وأيضا معانا في التنسيق اليوم حمد المعيوف وندى ندى علي عبد الله. صح سميتي، صبحك الله بالخير. وفي الإخراج كالعادة المتألق دائما عيسى سبيل. اليوم ابتسم عيسى مع أنه ماشي مطر. يمكن البارحة ليش معصب؟ في ناس ترى مودهم يتغير في المطر، في ناس مودهم يتغير في المطر. لا هو ما أدري، يوم ينزل المطر أحس بي يعصب زيادة، ما يحب الغيم. ولا هو عيسى هو الإنسان الوحيد في العالم اللي ما يعصب، هادي ما شاء الله عليه. عموما دكتورة نذكر برابط التأمين الصحي. نذكر برابط التأمين الصحي اللي هو www.ishd.ae، ونذكر أن آخر مهلة للتأمين الصحي 31/3/2017، معناه من 1/4 يا جماعة راح تبتدي الغرامات، فاللي ما صحح وضعه لليوم يدخل على الرابط ويشوف الباقات ويصحح وضعه اليوم. دكتورة كم تليفون عندك؟ عندي 2. ليش تشلين 2؟ والله محمود تليفون واحد من كثر الشغل يكون عليه تعرف يعلق، فلازم يكون عندك 2 توزع عليه الشغل. طيب في خبرنا يقول اليوم ثورة في عالم الطب بسبب الهواتف المتحركة. يقول الباحثون أن الهواتف الذكية أحدثت ثورة في تشخيص وعلاج الأمراض، وذلك بفضل بعض الإضافات والتطبيقات الطبية التي تجعل من الهاتف أحد الأجهزة الطبية. عادة نحن نعرف أن في تأثيرات للهواتف يعني على صحة الشخص، بس الحين يقول لك في حسب هذه الدراسة أن بتجعل من الهاتف أحد الأجهزة الطبية. أوضح أستاذ الهندسة في جامعة واشنطن شويتاك باتل خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم الـ AAAS أن قطع الهاتف الذكي مثل الكاميرا والضوء وجهاز التسجيل وجهاز تحديد الموقع الجغرافي تشهد تطور مستمر يجعلها قادرة على منافسة أجهزة التصوير الطبية. ويمكن للهواتف الذكية قياس عدد الخطوات وعدد السعرات الحرارية وقياس دقات القلب، كما يمكنها أن تصبح أحد الأدوات الفاعلة في تشخيص المرض، إذ يمكن استخدام الميكروفون للتشخيص الربو مرض الانسداد الرئوي المزمن، كما يمكن استخدام الهواتف الذكية في متابعة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد الكاميرا والفلاش على الهاتف المحمول لتشخيص أمراض الدم بما في ذلك نقص الحديد نقص الهيموغلوبين، حيث يمكن الاعتماد اعتماد تطبيق هيما أب. هذا التطبيق كيف بيسوونه؟ موجود اصلا دكتوره؟ ما اعرف محمود، يعني اتوني يعني هو الهيما هذا لقياس الهيموغلوبين في الدم دون استخدام ابره. اتوقع يطلع يعني يعتمدون على اشعه اللي يطلع من التليفون فيقيس حتى لون الجلد. في النبضات هذه نحن انا استخدمها في بعض الاحيان انه يقيس الضغط اللي عندي بالتليفون. وفي مال جلوكوز ترى في قطعه تتركب تقيس لك بعد الجلوكوز موجود.
سبحان الله. زين المهم يقول إنما هذا القياس الهيموغلوبين في الدم دون استخدام إبرة وإنما فقط عن طريق وضع الإصبع على فلاش الكاميرا وهو التطبيق الذي يسعى الباحثون بعد ما حصل موافق عليه الذي يسعى الباحثون الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكي لاستخدامه على النطاق أوسع اللي هي الـ FDA. إذا اعتمدوه يعني الـ FDA يعني هذه أعلى درجات الاعتماد ها؟ يعني تشوف محمود قبل كان الواحد يكون عنده أكثر عن جهاز يعني أول شيء صار التليفون عليه كل شغلنا الأوراق العمل وصار عليه GPS فاستغلنا عن جهاز GPS الحين بيستوي جهاز طبي بالتالي تليفونك راح يكون فيه كافة معلوماتك الصحية بيكون مثل طبيبك في البيت فهاي بتكون مثل ثورة إن الهاتف المتحرك بيستوي ينافس الأجهزة الطبية المحمولة المتنوعة إحنا ناخذها من الصيدليات فإن شاء الله يحصل على موافقة الـ FDA عشان الناس ما تضطر تشتري أكثر عن جهاز بعد. ليش يعني جهاز واحد صعب يعني كيف جهاز واحد صعب؟ لا تلفون بيكون كل شيء عليه يقيس هيموغلوبين والضغط والسكر والنفس وكل شيء ما حسب الدراسة كل شيء بيقدر يقيس والربو والله إن شاء الله يعني أنا أشوف أنا مع التخصص دائما كل جهاز له تخصص هي صح محمود هو يعني التلفون بيكون زين بس ما أتوقع بيكون دقيق 100% يعني أتوقع هم للتشخيص السريع يعني عرفتوا يعني تشخيص سريع في البيت ما يكون 100% ممكن يكون 70% الفكرة مؤشرات بس هي مؤشرات أنا بدي أروح العيادة أشوف الدكتور خذ الدواء مثلا شيء شيء والله دكتورة شكلنا في المستقبل حتى ما بيكون عندنا دكاترة كلهم روبوت وانتوا بتيسون في البيت لا استغناء عن العقل البشري لا استغناء عن العقل البشري هذا ما يعني صعب تجيب روبوت يقدم برنامج صح يعني عادي روبوت مكان دكتور بس مكان مقدم ما يستوي عموما نعيد رابط التأمين الصحي دكتورة لأن طالبين منا نعيد الرابط www.ishd.ae من كلمة إسعاد منحاول نكتب لكم إياه بعد أم عليان منحاول نكتب لك إياه من الورقة محمود إن شاء الله أيضا أحمد الفلاسي من لوس أنجلوس يسمعنا صباحك الله بالخير كم الساعة عندكم في لوس أنجلوس وايد معلومة مهمة إحنا فرق التوقيت تعرف بين الدول هذا فرق التوقيت أنا أبغى أتكلم عنه دكتورة أحيانا بالفعل واحد لما يرجع من منطقة معينة في العالم مثل يعني إذا كان في أمريكا يجي هذا الجيت لاج شو لازم يسوي شوف محمود أهم شيء إن عشان ما يجيك الجيت لاج الناس لما تسافر البلاد اللي مثلا من دبي راحت أمريكا مثلا تحاولون ما تناموا فترات طويلة تحاولون تتمشون كثر ما تقدرون متى يستوي الجيت لاج أكثر شيء لما أنت تقعد في الفندق ومكان مسكر فترة طويلة تعرض لأشعة الشمس وايد واشرب وايد ماي لما ترد أول يومين أصعب يومين إنك تعدل النومة فالناس شو إحنا دائما نقول الناس يعني الفترة تحسوا فيها إنكم تعبانين تبغون تنامون بس حسب توقيت أمريكا بيكون وحسب توقيت الإمارات اطلعوا برا في الشمس اتمشوا وغيروا المكان اشربوا ماي مارسوا شوية رياضة يساعدكم تتخطون ولكن جت لك شيء لا مفر منه لازم بيجيك لأن الضغط الجوي نفسه السفر 14 ساعة واختلاف الزمن بين الليل والنهار ييكم ولكن بممارسة الرياضة والمشي في الشمس شوي وشرب الماء ترى يخف عنكم لا تخف عنك عليكم الأعراض صباح الخير جميعا صباحكم الله بالخير يا إخواني يقولون ما في علاج في الإمارات من التصلب اللويحي شو في علاج أخوي التصلب اللويحي هو مرض مزمن يعني ما له علاج نهائي تتعايش معه أيوة والعلاج يساعدك على التعايش مع المرض فيه في قسم دكتور مدني كان معانا قبل يومين لما قال عندهم علاج في مستشفى راشد للتصلب اللويحي موجود ولكن مثل ما قلنا ما في علاج نهائي ولكن تعايش مع المرض وفي مرضى يجون العيادة عندهم تصلب لويحي ما شاء الله ما تعرف إن عندهم ليه ما يذكر لك إن عنده من كذا ما هم تعايش مع المرض الجميل في هذا الموضوع أن معظم المصابين بهذا المرض ناس إيجابيين بدرجة مو طبيعية صحيح محمود يعني عندهم طاقة إيجابية وحب للحياة أنا يعني عندي أحد الأصدقاء بعد كذلك متميز في حياته وعندي أكثر من صديق والله متميزين وحتى شوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفونهم وايد أكتف وايد نشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي ويحبون الحياة بشكل كبير لكن أظني المفروض الواحد ما يزعلهم دكتورة ها؟ يعني المفروض يعني إذا هو قادر يتعايش مع مرضه بهالإيجابية وينجز في حياته صراحة هذا المفروض يعني ما حد يقول له شيء
يعني لهم احترام وتقدير. أيه. لأن الناس الصاحين الحين تلاقي نظرتهم سوداوية وزعلان من كل شيء. صح. إذا خالفوا في المواقف زعل عليه، وهذا تلاقي مع المرض اللي عنده يأثر على حياته. بس شو خص المخالفة؟ لا تلاقي ناس يزعلون من أبسط شيء. يعني كمثال. زين أنا ضايج صراحة يخالفوني في الموقف على دقيقة ولا دقيقتين متأخر. لا محمود مو دقيقة ودقيقتين، بالعادة يقولك 10-15 دقيقة بالعادة. الطرشي بالمسج في نفس الثانية. نفس الثاني بس تخلص على طول. شو اسمه صدق؟ اي انا الحمد لله ما خالفوني الحين فما لا نسولف عموما. اي مستشفى قلنا مستشفى راشد اذربيجان يو اي اي براذر ثانك يو. الله اذربيجان جميله والله عندكم ثانك. متى بتخصصون موضوع عن الصحه النفسيه والايجابيه؟ تو نتكلم عن الايجابيه. هو موضوعنا اليومي يعني كل يوم ندخل الصحه النفسيه والايجابيه والنظره الايجابيه والطاقه الايجابيه. والله البارحه انا كنت اتكلم مع الدكتوره خوله وان شاء الله يعني الجماعه ترى مضغوطين هذه الايام. عندنا الجيل الرابع وعندنا حتى مجرد ان نحصل الاطباء نسحبهم سحب نجيبهم عندنا الاستوديو. عموما بعد الفاصل بنتكلم عن السياحه العلاجيه وبيكون موضوع جميل جدا ما تعرف على وايد تفاصيل فيه، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 6005514114 للرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على اكاونت نور دبي وعلى انستغرام وكاونت هيئه الصحه في دبي على الانستغرام ايضا DHA_Dubai. عندنا على الهاتف دكتوره ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحه العلاجيه في هيئه الصحه بدبي. صبحت الله بالخير دكتوره ليلى. الو صبحت الله بالخير دكتوره. دكتوره ليلى صباحك خير. صباح النور والسرور اخوي محمود والدكتوره ندى. هلا حبيبتي. طبعا دكتوره ليلى في الاردن موجوده فالخطة بعيد شوية عشان شي ما يوصل الصوت. شو أخبارك دكتورة؟ الله يسلمك إن شاء الله الصوت واضح الحين. لا الحمد لله الصوت ممتاز. طبعا دكتورة ليلى بس نعرف المستمعين عن موضوع حلقتنا اليوم وعن استضافت يعني استضافتنا لك عن طريق الهاتف. طبعا هيئة الإمارة إمارة دبي تتهيئ لتكون الوجهة المفضلة للسياحة العلاجية، بالتالي تعمل هيئة الصحة بدبي على تنشيط حركتها وصول استقطاب أكثر من 500,000 سائح علاجي. فنتكلم عن السياحة العلاجية في دبي، فرح نتكلم بالبداية عن تجربة دبي الصحية. اي جزاك الله خير اختي ندى واخوي محمود على الاستضافه هاي والاهتمام بالموضوع. طبعا انا قبل ادخل في اجابه على سؤالك، طبعا انا موجوده في الاردن، بس احب اوضح للمستمعين ليش انا موجوده في الاردن اذا سمحتوا لي. تفضلي. فنحن اليوم شاركنا في منتدى السياحه العلاجيه العالمي في دورته الأولى في الأردن. طبعا المنتدى هذا سووه بالتعاون مع مجلس السياحة العلاجية العالمي وجمعية المستشفيات الخاصة بالأردن. ممتاز. والمنتدى هذا كان له أهمية كبيرة وكان تحت رعاية جلالة الملك عبد الله بن حسين ملك الأردن. وقام مندوب جلالته الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء بافتتاح المنتدى والذي كانت تحت شعار عولمة الرعاية الصحية. وحضر افتتاح المنتدى كل من وزير الصحة ووزير السياحة الأردني ورئيس مؤسسة الحسين للسرطان سمو الأميرة غيداء طلال والأميرة دينا مرعد رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان وعدد من الوزراء والمسؤولين والنواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومدراء المستشفيات والمهنيين في الأردن. طبعا المنتدى هذا شارك فيه أكثر من 500 شخصية من نحو 41 دولة ومن أبرز المواضيع التي كنا مناقشتها في المنتدى أبرز التحديات والغرض أمام قطاع السياحة العلاجية على النطاق العالمي وسبب تطويرها بما يتواكب مع طموحات السياحة العلاجية على المستوى الدولي. طيب دكتورة أنا أبغي تناول هذا الموضوع، موضوع التحديات بالنسبة للسياحة العلاجية. أنتوا تناولتوا على مستوى العالم، لكن من خلال
تجربتكم في دبي، شو هي أبرز التحديات اللي أنتوا تصادفونها؟ كان سؤال تجيل شوي فصل الخط. يلا إذا قدرنا نتواصل مع الدكتورة أثناء سير الحلقة زين. ما نرجع، أنا بحول هذا السؤال عليك أنت. نرجع لي. معنا في الاستوديو ليندا عبد الله، مستشار مجلس السياحة العلاجية في صحافة دبي. نورت الاستوديو، صبحت الله بالخير يا ليندا. النور نوركم، صباحكم الخير. هلا حبيبتي. إنزين، نرجع لسؤال محمود، تحديات السياحة العلاجية في دبي. الحقيقة التحديات بشكل عام للسياحة العلاجية هي تشمل موضوع العولمة. يعني موضوع العولمة اليوم هو صح أنه شيء إيجابي، لكن في نفس الوقت كل شيء الحين مفتوح قدام الأشخاص أو رواد السياحة العلاجية. طبعا الإنترنت موجود، يقدرون يشوفون وين المكان المناسب اللي يبون يسيرون له، يختارون الوقت المناسب، الطبيب، العلاج، السعر، يقدر يشوف وين مكان موجود يناسبه. لذلك إحنا في تحدي دائم. إحنا دوم مثل ما يأمرنا سمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، أن سباق التميز لا نهاية له. صحيح. إحنا كل يوم بالنسبة لنا تحدي أن كيف نضمن أن دبي تكون دائما في المركز الأول. نشتغل مع شركائنا الاستراتيجيين على هالموضوع، لأن أكيد موضوع السياحة العلاجية ما هو إيد واحدة تصفق مثل ما يقولون، والحمد لله إحنا كفريق واحد نشتغل مع جميع من هم معنيين بهذا الموضوع، سواء كانوا دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الهجرة. أيضا موضوع تأشيرة السياحة العلاجية وايد مهمة، وايد سهلت علينا وايد أمور، وحطتنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. طيب أنا برجع للدكتورة ليلى. تفضلي دكتورة. ألو. يا هلا دكتورة. سامحيني. مرحبا أخوي محمود. تفضلي. الله يسلم. طبعا ناقشنا في المنتدى مثل ما قلت إن محاور عدة، أبرزها مقاصد السياحة العلاجية العالمية ومراكز التميز في الخدمات الصحية والقوانين المنظمة للسياحة العلاجية ومعايير الجودة والاعتمادية والتميز في الرعاية الطبية والخدمات العلاجية. وكذلك شيء جديد إن احنا ناقشنا أنماط السياحة العلاجية وتوسع مجالات السفر الصحي وكذلك التسويق الأمثل للخدمات الصحية. جميل. طيب دكتورة، يعني ما نتكلم عن مشاركتك هناك، أنت شو اللي تقدمينه من خلال هذا المنتدى؟ طبعا نحن بتجربة دبي في السياحة العلاجية، طبعا تجربة رائدة ومميزة، ونحن قدرنا نقطع شوط كبير خلال فترة وجيزة، وقدرنا أن نكون في مصاف الدول اللي كانت لها باع طويل في السياحة العلاجية مثل تركيا والأردن. والحمد لله نحن اليوم نشارك بتجربة دبي في مجال السياحة العلاجية في المؤتمرات الإقليمية والمحلية، وكنا نستعرض تجربة دبي في هذا المجال، وكذلك القوانين والتسهيلات اللي حطتها هيئة الصحة في دبي لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح اللي قادمين الإمارة بقصد العلاج، وكذلك لاستقطاب المستثمرين إلى الإمارة اللي عن طريقهم أن تتنوع الخدمات الصحية اللي ممكن نقدمها للسائح العلاجي. جميل. دكتورة، يعني أنا بس آخر سؤال عشان ما نطول عليك وايد. ذكرت الدكتورة ندى في المقدمة أن في خطة وفي مراحل استقطاب أكثر من 500,000 سائح علاجي بحلول عام 2020. أنا أتصور أنتوا بتوصلون لأعلى من هذا الرقم قبل 2020 إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا نحن بالدعم والسبورت اللي عندنا من معالي حماية القطامي رئيس مجلس رئيس هيئة الصحة في دبي، طبعا عندنا دعم كبير منه والرؤية الواضحة اللي عندنا. طبعا نحن أكيد بنتوصل للعدد هذا قبل 2020. وطبعا نحن مثل ما تعودنا إمارة دبي إذا أخذت أي مشروع على جديد تخطي خطوات سريعة جدا في فترة زمنية قصيرة، ونحن السياحة العلاجية ما راح تفرق عن بقية المشاريع اللي خذناها في إمارة دبي. صحيح. شكرا لك دكتورة ليلى مرزوقي، رئيس مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كانت معانا من العاصمة الأردنية عمان، المكان اللي تدور فيه أعمال مؤتمر المجلس العالمي للسياحة العلاجية. شاكرين لك هذه المشاركة دكتورة، وكل التوفيق إن شاء الله.
شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك دكتورة، يومك سعيد. انزين نرجع ناخذ فاصل ولا نرجع عند لندا؟ بعد عن دقيقتين اظني. اوكي نرجع عند لندا، نذكر لندا عبد الله مستشار مجلس السياحه العلاجيه فئه الصحه في دبي. فقبل مكالمه دكتوره ليلى كنا نتكلم عن العقبات اللي توقف في وجه السياحه العلاجيه. استاذ انت ممكن تخبرينا عن اي احصائيات عندك عن السياحه العلاجيه في دبي في 2015-16 والاحصائيات توقعينها في 2017؟ ان شاء الله حبيبتي، احنا كانت توقعاتنا في بدايه الخطه اللي كانت في 2014 يوم سوينا دراساتنا، كنا نقول ان نتوقع في نهايه 2016 بينا حوالي 170 الف سائح علاجي. لكن مثل ما قلنا بفضل الله تعالى اولا وبفضل دعم القياده لنا والرؤيه الواضحه الحمد لله وتضافر جهود كل الشركاء الاستراتيجيين، احنا نفخر احنا نقول احنا في 2015 نهايه السنه كان عندنا 298 الف سائح علاجي، يعني احنا تخطينا الرقم بالدبل تقريبا الدبل في نصف المده. هذا ممتاز. واحنا اذا نحسب بعد حتى سواحنا الداخليين اللي هم من الامارات الثانيه يطلع رقم وايد اعلى عن هذا، فهذا يعني غير مشمول الناس الموجودين داخل الامارات فقط، اللي من الخارج. اللي من الخارج ممتاز. فالحمد لله كان عندنا حوالي النسب اللي تقول ان عندنا 43% من هالرقم ايونا من دول اسيويه المجاوره، وعندنا من دول الخليج العربيه حوالي 29% من هالرقم، ودول اوروبيه حتى عندها نصيب. يعني احنا فعلا تو بي اونست تفاجئنا يوم شفنا ان في عندنا احصائيات وكل ربع جالس يتزايد، لكن بشكل عام عندنا 15% من هذا الرقم يينا من دول اوروبيه، يينا خاصه لعلاج الاسنان ولا الفحوصات الطبيه الشامله، لان ما في ويتنج تايم. احنا الحمد لله في دبي الكاباسيتي عاليه والكل والباقات متواجده، فكلهم يحصلون هذا ويون دبي لها الامور. وطبعا الدول الافريقيه بعد لها نصيب، لكن يون للجراحات المتقدمه شويه. فعندنا حوالي تقريبا 10% من هالرقم بيكون من نصيب الدول الافريقيه. عائداتنا للسياحه العلاجيه كانت في نهايه 2015 مليار درهم اماراتي. ممتاز ما شاء الله. هذا بعد تخطى الرقم اللي متوقعينه الحمد لله. نحن اتصلوا فيك بعدهم يبغونك ولا ممكن نكمل بعد الفاصل؟ بعد نقدر نكمل. زين ما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نكمل على موضوع السياحة العلاجية. أرقام التواصل معنا مستمعينا 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. طبعا سبحان الله يعني في وقت الفاصل ما يتكلمون يا بعض، بس ما نطلع على الهواء يبتدي الكلام من بينكم. حرام ليش؟ ها؟ لا لا خلال الفاصل كنا نتكلم. لا اشر لهم بدي ما نطلع على الهواء، ما نطلع على الهواء ما شي فايده. عموما حريمك يا معه بعد. صبحكم الله بالخير دكتوره أو الأستاذ ليندا عبد الله مستشار مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي. نحن متواصلين معك وموضوعنا الأساسي يعني السياحة العلاجية ما لها وما عليها وكيف تقدم أو تقدم خدمات السياحة العلاجية للسائح الذي يأتي إلى إمارة دبي. معنا طبعا دكتورة ندى اللي انضم لنا على السمع. أوكي في سؤال يعني يقول صباح الخير، ماذا تهدف السياحة العلاجية؟ ما عليه منعيد مرة ثانية بنعطي بس باختصار، يمكن حد انضم لنا توا سواء على حساباتنا اللي هي DHA_Dubai أو حساب نور دبي طالعين لايف، وأرقام التواصل معنا 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006. لأن هي حافظة الرقم بس اختبرها كل شيء. هي تسوي لي امتحان كل يوم. خبرينا بس شو اللي تهدف له السياحة العلاجية؟ استراتيجية السياحة العلاجية تهدف لوضع دبي على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية، حتى أن إحنا نقدر نقدم شيء جديد يحتاج العالم. دبي تقدمه، دبي تقدم كل شيء. صحيح دبي اليوم عندها كل شيء الحمد لله، عندها الأمن والأمان،
عندها التقدم في جميع النواحي بما فيه التقدم التكنولوجي في المجال الصحي، وكذلك عندنا أفضل الكوادر البشرية المؤهلة من كل نواحي العالم. صحيح. عندنا تنوع الجنسيات المختلف، احنا نقول نحن نتكلم بلغتك ونرحب بك في لغتك في بلدك. احنا عندنا 110 جنسيات اليوم في القطاع الصحي في الإمارة، فاحنا جاهزين اليوم. احنا اليوم احسن رابع دولة يزورونها الناس بشكل مستمر من الناحية السياحية. فاحنا الصراحة ما كان شيء جديد على إمارة دبي موضوع السياحة العلاجية، أقولكم ياها. يعني إحنا قبل في 2012 يوم طلعت مبادرة السياحة العلاجية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول بعمره، لأن كان عندنا وجود للسياحة العلاجية. إحنا ذاك الوقت كان عندنا 107,000 سائح علاجي يجونا كل سنة. ها قبل ما تطلع المبادرة نفسها. هذا قبل لا يكون عندنا حتى إحنا أي شيء لهالموضوع. فإحنا قلنا إذا كان هالشيء موجود والحمد لله الإنفراستراكتشر موجودة للإمارات، خلنا نضافر كل الجهود ونسوي استراتيجية منظمة لاستقطاب هالناس. فإحنا نقدم خدمة. هذا اللي احنا نسويه اليوم، احنا نقدم خدمة لجيراننا في الدول العربية، وايضا لمن يرغب انه يأتي الامارة دبي نقدم له منتج صحي في قالب سياحي مثل ما يقولون. هذا صحيح. هو ممتاز. نتكلم استاذة ليندا عن التأمين السياحة العلاجية، الحبي البلد ياخذ خدمات السياحة العلاجية، شو التأمين المفروض من شو متطلبات منه بشكل عام؟ دكتورة سؤال حلو. احنا صراحة فخورين ان إمارة دبي الدولة او يعني احنا الإمارة الوحيدة في العالم اللي تقدم تأمين السياحة العلاجية، لكن اعطينا مفهوم جديد. احنا اعطينا مفهوم ضمن ما سمي بخطة حماية المريض. احنا نبغى المريض يجي دبي يكون مرتاح من كل النواحي، يعرف شو حقوقه وواجباته. فعندنا ميثاق حقوق المرضى وواجباتهم، هذا شيء موجود على الويب سايت. احنا محمود نسينا ننوه للاخوة المستمعين ان الويب سايت الخاص بالسياحة العلاجية هو www بس خلني انا اقول الله يخليك dxh actually تي من dxb بس شلينا البي وحطينا الهيلث. الهيلث يا صحيح. فهي دبي هيلث اكسبيرينس. فاحنا اذا تشوف على الويب سايت مالنا تشوف في بند اسمه خطة حماية المريض، تحت منه ميثاق حقوق المرضى وواجباتهم يقرؤونه بشكل واضح. عندنا شفافية في كل شيء سواء كان في اجراءاتنا في هذا، وعندنا تأمين السياحة العلاجية. اعطينا الموقع مرة ثانية dxh.ae. وفي له ابلكيشن بعد ام نزلتنا بعد على التليفون على الأبل ستور وعلى شو اسمه على سامسونج على أندرويد. التأمين هذا شيء مميز. ليه؟ لأنه ما يغطي العلاج اليوم المريض جاي يسوي، لأنه غير منطقي إن العلاج يوم واحد يسوي تأمين يعني إذا حصل هذا الشيء. فإحنا تأمن للشيء اللي ما تعرف إنه يحصل. صحيح. فمن غير الطبيعي إنه يكون عندنا تأمين للشيء اللي بيسوونه، لكن إحنا نأمن المريض إذا استوى له أي مضاعفات عقب ما يسوي الإجراء في دبي وحتى يوم يرد بلاده. نعطيه التأمين هذا إنه يقدر يرد دبي على حساب التأمين، إقامة في الفندق، التذكرة والعلاج لا سمح الله إذا يحتاجه، كله على حساب هذا التأمين. وهذا اللقاء 150 درهم فقط يدفع المريض مع الباقة العلاجية اللي يحصل عليها. هذا طبعا إذا أثبت أن المضاعفات اللي يطلع المتعامل أو المريض هي من نتيجة أي عمل إجراء صحي سوى داخل. طيب. ممتاز. طبعا أنا لو أقرأ شو كاتبين هني بتعرفون يعني ليش أنا يصد طالع عام دائما. نور نوركم نور دبي، شكرا لكم. في واحد كاتب لي شوف فيها ايدك ما فيها الا العافيه. قايل لك خلنا نسولف ما فيها شيء، خلنا نسولف خلك منه مسحب عليها. عموما دكتوره انا برجع لموضوع وايد مهم وهي التاشيرات السياحيه. هذه التاشيرات ستساهم بشكل او باخر في رفع مستوى السياحه العلاجيه في دوله الامارات. الان هنالك تعاون ما بينكم وما بين دائرة الهجرة شؤون الإقامة. في عندنا مكالمة محمود ناخذها، بس أخلص هذا السؤال وما ناخذ المداخلة الله يخليكم. زين، أبغى أعرف هذا التعاون ما بينكم.
احنا وقعنا مذكرة تفاهم قبل حوالي سنتين ونص مع دائرة الهجرة والإقامة في دبي، وتم تطوير تأشيرة السياحة العلاجية. تأشيرة السياحة العلاجية هذه على ما في عندها يعني بنفت واضحة اللي هي المريض ممكن يقيم في دبي لمدة 90 يوم، وإذا كان عنده طبعا إجراء جراحي يحتاج أنه يتم أكثر يقدر يجددها ل3 شهور ثانية. مش بس حقه، حقه وحق المرافق ماله، مرافق واحد، مرافق واحد. طبعا هذا شيء يعني وايد سهل على ناس، خاصة من بعض الدول اللي كان صعب عليها انها تحصل على تأشيرات، وسهلت الامور بشكل واضح الحمد لله. لكن مثل ما احنا نقول، احنا ما في عندنا باب واحد وما في منفذ واحد للدخول، يعني ممكن يجون عن طريق هذه التأشيرة او التأشيرة السياحية العادية. الكل يقدر يحصل على العلاج الصحي في دبي. ممتاز. ناخذ هذه المداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا اخوي، منو معنا؟ معكم محمد. هلا اخوي محمد، تفضل. انا بس حبيت اسال شو يعني اهم شيء في السياحة العلاجية توصلتوا له؟ يعني ان شاء الله أهم شيء في أهم ما توصلوا له في السياحة العلاجية. أهم ما توصلوا له في السياحة العلاجية. شو تقصد يعني؟ وضح لي شوية أكثر سؤالك. يعني أهم شيء يعني في الوصل، يعني وصلتوا له يعني في الموضوع. طيب أنا اللي فهمته يعني الهدف الرئيسي اللي أنتوا تسعون إلى تحقيقه. صحيح. طيب. هو الهدف. شكرا لك محمد. نأخذ مداخلة ثانية وبعدين ما نجاوب على محمد. ألو. السلام عليكم. الو. عبيد. انا ولا غيري؟ انت تفضل. عبيد صح؟ عبيد بن عابر الهمدي. يا نعم تفضل يا عبيد. نعم مرحبا. طبعا لي شرف عظيم على هالوناسه وعلى هالمحادثه الطيبه اللي هي افتخر فيها واعتز فيها عن سياحه العلاج وعن سياحه طال عمرك. كل ما بذر في هذه الدوله يحفظكم ربي ان شاء الله ويطول بعمار شيوخنا ان شاء الله تعالى. امين يا رب. امين. اولا نحن بشر وكلنا نريد الصحة ونريد العافية. صحيح. النظر يميزني عن كل ما شفت بعيني، راحت بالي وراحت قلبي. هذا العلاج الأولي. صحيح. أما العلاج الثاني طال عمرك، أنا أتعذر عن المادية. إيه العلاج الثاني هي المادية، إن كانت توجد فأنا عز وفخر. وثالثا طال عمرك، الدولة ساحت بي في كل أنحاء العالم، أثني وأشكرها على التواضع اللي قامت به والثناء على علاجي وعلى راحة بالي اللي أنا كنت فيها في سياحة، في علاج، في رفاهية. الحمد لله. هل الشكر والثناء يكفي لهذه الدولة العريقة؟ أم للناس اللي اختصوا ووصلوني العلاج، إن كانت في ألمانيا أم إن كانت أمريكا أم إن كانت في وين ما تكون في العالم؟ أنا طبعا أثني وأشكركم على تواجدكم في هالمعمعة الطيبة وأخلاقكم الحميدة. ليك فخر وعز أن هلية تنابش وتتخبر عن أحداث لأجل يوصلون لقرار العلاج الصحيح وين ما يكون. وأنا أتعذر عن زلة لسان أو كلمة قلت فيها، وسامحوني يا أخوة الدم. مسموح يا عبيد، وصح الله لسانك. يعني أنا ما أشكرك على هذه الرسالة الإيجابية اللي تعطينا دفعة حقيقة للاستمرار في تقديم هذه الخدمات. ولكن قبل أرجع حق سؤال محمد عبيد، يعني تطرق لموضوع وايد جميل، هو موضوع السياحة العلاجية أو العلاج في الخارج. نحن في هيئة الصحة السياسة اللي موجودة عندنا أن توفير العلاج هنا في دولة الإمارات، والحمد لله يعني في الفترة الأخيرة استطعنا أن نستقطب يعني خبراء، ووفرنا العلاج بشكل كبير في العديد من المستشفيات التابعة لهيئة الصحة أو أيضا العيادات المتخصصة العالمية اللي يبناها هنا في إمارة دبي، وهذا اللي تهدف له مبادرة السياحة العلاجية والمجلس مجلس السياحة العلاجية. نرجع حق سؤال محمد. محمد تكلم عن موضوع أنه شو الهدف اللي أنت تسعوا له دائما، يعني شو الشيء اللي تبون توصلوا له من السياحة العلاجية؟ أخوي محمود، هدف السياحة الاستراتيجية بشكل عام مثل ما قلنا يعني ما يختص فقط بأن إحنا نبغى نستقطب الناس يجون إمارة دبي. أكيد هذا هدف موجود وهذا شيء يعني تحصيل حاصل الحمد لله بفضل الله تعالى. الهدف أيضا أن إحنا
نخدم الاستراتيجية الكلية للقطاع الصحي في إمارة دبي. نعم. الهدف الكلي للخطة الاستراتيجية الطموحة اللي برؤية رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي اللي كلنا نشتغل عليها كفريق واحد في هيئة الصحة دبي، اللي هو توفير مثل ما أنت تفضلت الحين التخصصات اللي تحتاجها الإمارة مو بس اليوم بل العديد من السنوات القادمة. نحن نعمل على كلنا على رفع مستوى الخدمات، رفع الجودة الخدمات. إحنا اليوم للوصول للمركز الأول هذا إقليمياً. هو محمود، إحنا اليوم تعرف إن في إمارة دبي أكثر عن 85% من مستشفياتنا حاصلة على الاعتماد الدولي. هذه أعلى نسبة عالمية، يعني ما في شيء نتكلم فيه إن حتى في مجال للنقاش. إحنا اليوم نتكلم بمختبراتنا الطبية جميعها لازم تكون عندها الاعتماد الدولي، هذا شيء مو موجود في أي مكان في الدنيا. صحيح. فإحنا فعلا شعب يسعى للمركز الأول، عنده استراتيجية واضحة، خطوط مشي واضحة، وخطة تشغيلية واضحة، كلنا شغالين عليها. طيب. مراكز التميز أيضا من الأمور اللي إحنا نسعى أن إحنا نأسسها في إمارة دبي. سامحيني دكتورة بس بسألها السؤال، لأن دائما الواحد لما يتكلم عن السياحة العلاجية يقول والله مثلا البلاد الفلانية فيها متميزين، لا تلعبين في المايك يطلع الصوت. البلاد الفلانية زين فيها شغلة معينة متميزين بالعظام، هاي البلاد متميزين بالسرطان، في بلاد ثالثة ما أدري عندهم يعني بعض الأمراض متميزين. نحن في دبي بشو متميزين؟ والله يا محمود إحنا متميزين في عدة اتجاهات. استراتيجيتنا ركزت على 7 تخصصات. أوكي. تخصصات جراحة المفاصل، التقنيات المساعدة على الإنجاب، الجراحات التجميلية، طب الأسنان، العيون، طب الأمراض الجلدية والفحوصات الوقائية أيضا كانت من ضمن تخصصاتنا. إحنا هذا عرضناه على الكل، شفنا أن الحمد لله، بعد أنا لازم أضرب المايك عشان محمود يستانس اليوم، شفنا في نهاية 2016 إن أو بعد حتى إحصائياتنا مال 2015 تراوي نفس الترند، يعني إن أغلب سواح العلاج يتوجهون لجراحات العظام والمفاصل. ثاني شيء يستفيدون منه هو حوالي 29% من هذا يونا لعلاجات الأسنان. ممتاز. مثل ما قلت لك 15% من الرقم الكلي 298 يوني حتى من أوروبا لها الموضوع. أما الاتجاه الثالث هو طب العيون والجراحات الخاصة بالعيون. ما نقول أن الأمور الثانية أو الأربع التخصصات الثانية ما عندها، لكن أقول لك هذا هو التوب. دبي لا تسعى انها يكون عندها تخصص واحد محدد. صحيح. احنا نبغى نفتح المجال لانه مو بهدفنا هدف تجاري، هذا مو بهدفنا، احنا هدفنا فعلا نقدم اللي يحتاجه الناس، نقول لهم تفضلوا حياكم الله، هالويب سايت، هاي الباقات على حسب احتياجكم. وحتى احنا اليوم في خطتنا الجديدة نسعى ان نزيد حتى عدد التخصصات. انا اشوف الدول الثانية تقلل التخصصات، احنا ياسين نزيدها، لانه ما شاء الله عندنا كاباسيتي، عندنا اطباء، عندنا تالنت، عندنا مواهب. فخلنا نقدم للناس الخدمات. يعني ما في تخصص معين بس احنا نبغى نركز عليه، احنا بنفتح المجال في 7 تخصصات واحتمال بعد نزيدها اكثر ان شاء الله. اكيد. زين استاذه ليندا، لو تقولي لنا عن بعض المعلومات عن التطبيق اللي هو دي اكس اتش اللي قلنا عنه موجود على التليفون، شو الخدمات الموجوده؟ هل واحد يقدر يشتري الباقات من الابلكيشن ولا لا؟ من وين واحد يقدر يحصل على هالباقات سواء داخل او خارج البلاد؟ التطبيق وكذلك الموقع الالكتروني حاليا يقدم معلومات. أوكي. يعني أي شيء تحتاجه يعطيك معلومات رسمية موثقة. لأن إحنا يبنى كل الشركاء الاستراتيجيين في نافذة إلكترونية واحدة. ممتاز. متكاملة. تبغى تعرف عن التأشيرات، اللينك موجود للتأشيرات، صفحة كاملة موجودة. تبغى تعرف عن التأمين السياحة بعد موجود. تبغى تعرف عن الفنادق، عندنا شبكة من الفنادق اللي إحنا نتعامل وياهم في مجموعة دي إكس إتش. حتى المنشآت الرعاية الصحية في مجموعة معينة هم يقدمون لنا طلبات
اللي احنا نسميها مجموعة تجربة دبي الصحية، يقدمون طلب لأنهم يكونوا أعضاء في هاي اللجنة أو في هاي المجموعة. احنا نقوم بمراجعة هالطلبات، نتأكد منها، أحيانا حتى نصير نسوي زيارات ودية تفقدية لهم حتى نتأكد من المعايير أنها هي تناسب مستوى إمارة دبي. يوم نقول هذه المنشآت الصحية، فهذا كله يكون موجود. السائح العلاجي يومي يعرف أن إذا أنا أسير هذا الويب سايت أو هذا التطبيق عندي كل المعلومات. بإذن الله تعالى التطبيق بنترجمه للغات ثانية، اليوم إحنا موجود عندنا بالإنجليزي والعربي، إن شاء الله بنزيد عليه لغات ثانية بعد، وإن شاء الله بندخل عليه تقنية جديدة بنعلنها اليوم إن شاء الله، اللي هي تقنية اللايف شات. يقدر يسوي المريض لايف شات معانا، وممكن يحط التقارير الطبية. طبعا احنا نتكلم ندى، يعني هذا احنا فقط اطلقنا هالموضوع في شهر 4 السنة اللي طافت، صحيح، فيعني بعدنا مثل ما يقولون يداد في الموضوع، لكن الحمد لله انتم ما شاء الله عليكم يداد، لكن فزتوا بافضل وجهة سياحية خلال المؤتمر الدولي العاشر للسياحة العلاجية في سبتمبر 2015، حصلتوا على جائزة الابتكار على مستوى الحكومات في مؤتمر اليونان للسياحة العلاجية أيضا في 2015، وأيضا تم تصنيف الوجهة المفضلة للمسافرين لعام 2016 حسب مجلة International Medical Travel Journal. نعم نعم الحمد لله. وبعد حتى دكتورة ليلى هي نائب الرئيس، تم انتخابها نائب رئيس الرابطة الدولية للسياحة العلاجية. طبعا هذا كله بفضل وجود إمارة دبي في المكان المتقدم جدا للسياحة العلاجية، وفعلا هذا فخر لنا. اليوم عاد عند انتخابات بنشوف من بيكون الرئيس، يمكن بيكون خبر زين بعد إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة ليلى تطلع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. عموما يعني قبل أن نختم معك أستاذة ليندا، بس خبرينا إذا في شيء محور معين نحن نسينا نطرحه تبغين توجهينا للجمهور ككلمة أخيرة. اللي أبغى أقوله أن خطتنا طموحة، الدعم لا متناهي، نحن نأمل ونعمل لنكون في المركز الأول، وبإذن الله تعالى بنكون في المركز الأول إن شاء الله، وبنكون الأول إقليميا في 2020 إن شاء الله، عالميا بعد إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة ليش ما تطلعين على الموبايل يقولون؟ منو أنا؟ أي موبايل؟ ترمس فيها لا؟ مشغولة معها. يقولون يوم ذكرتي شو اسمه يعني خدمة اللايف شات استانسوا وايد هني. عموما نذكر بس دكتورة بالموقع www.dxh.ae، وتابعونا على الانستغرام والفيسبوك بعد اسمنا DXH Connect. DXH Connect. إذا دخلوا DXH تطلعون إن شاء الله. إن شاء الله. وأيضا في عندنا أبليكيشن DXH على الموبا على الأندرويد وعلى الأب ستور. عموما يعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جميع الفعاليات، وإن شاء الله يا رب نشوف يعني السياحة العلاجية تنتعش عندنا. وليش؟ لأن هنالك ثقة كبيرة في الخدمات اللي تقدمها إمارة دبي، يعني حتى أحيانا في بعض الإعلانات المضللة عن طريق السوشيال ميديا يكتبون أن هذا المنتج تم اختباره في إمارة دبي على اساس انه يروجوا له، صحيح، على اساس انه يعطونه اهميه، يعني انه ما دام دبي ابروفت خلاص يعني انه منتج. هذا المستوى اللي نحن وصلنا له، والحمد لله اللهم لك الحمد، يعني بدينا نوصل لمستويات عالميه. استاذه ليندا مشكورين، محمود ودكتوره ندى على الاستضافه، شكرا لك. ليندا عبد الله مستشار مجلس السياحه العلاجيه في هيئه الصحه دبي كانت معنا في الاستوديو، وايضا كل التوفيق ان شاء الله للدكتوره ليلى المرزوق، ان شاء الله اليوم يتم انتخابها رئيس للمجلس، يا رب ان شاء الله بعد انتخابها توصلنا النتائج. زين يشوفونك اتواصل مع المخرج. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، شكرا لزملاء في التنسيق معنا، كانت حمد المعيوف وندى عبد الله علي ودكتورة، شكرا لك. شكرا لك محمود. شكرا دكتورة ندى الملة. كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.